بقول للناس دايما، اي حد لسه مبتدئ ما ينفعش يتعلم على الانترنت. كانت الناس بتزعل من الكلام ده، بس انا بقول الحقيقه او مش الحقيقه، بقول اللي انا مقتنع خلاص، انا اقتناع الشخص. البدايه ما ينفعش تشتت نفسك، ما ينفعش تخش تلاقي فلان بيقول وفلان بيقول وعلان بيقول، مش هتضيع كله، هتضيع كله. البدايه دايما الاول تقف على ارض صلبه، تمام؟ يعني تاخد الكور الاول وتقف على رجليك وتبقى عارف الموضوع ايه، عشان بعد كده تعرف تنطلق. حتى لو انت ركزت مع واحد ضعيف، تمام، او متوسط، ده ابرك من انك انت تتنطط كده وتتنقل بدون ثبات على المعلومه في البدايه. بعد ما بتبقى عارف وتبقى قادر على الاختيار، خلاص ربنا يعني يسهل لك الامر. لكن طول ما انت لسه في البدايه ومحتار ومش عارف ايه، ما تشتتش نفسك، ما انت لسه ما عندكش الخبره انك تعرف ايه الغث وايه السمين، مين ده الافضل ولا ده؟ ده احسن ولا ده احسن؟ ايه ده؟ مش هتعرف. مش ده طالما انت لسه ما دخلتش في الاريا. فيفضل في الاطار ده ما تخ... يعني تركز في طريق واحد ومع شكل واحد ايا كان ايه هو، وبعدين تبدا ايه تبدا تنقل لما تبقى عارف الاختيار بتاعك. فدعاء لحضرتك اثناء المحاضرات كان صادر من قلب مفعم بالرضا. ايه؟ بقول لك دعاء لحضرتك اثناء المحاضرات كنت بحضرها بتاعت الكليه كانت صادره من قلب مفعم بالرضا. يعني مليء بالرضا والله والسعاده. ربنا يبارك لك. بس ربنا حضرتك يبارك لك الدعوات اللي جت على الواتس دي، يعني يعني ما هي انت قلت الجمله خلاص، فانت قول جمله لا كويسه. لا والله ربنا يبارك لك في كل حياتك. ربنا يبارك لكم يا رب جميعا يا رب، يعني ويفيدكم ويعلمكم اللي فعلا يفيدكم في الواقع وفي حياتكم ويغير في حياتكم. انا يعلم الله الكورسز الصغيره بتاعتي بتبقى زي الكورسز الكبيره، عشان ابقى واضح. الكورسز الكبيره اللي بعدي فيها ال 70 وال 80 وال 100 ساعه، الحمد لله بفضل الله، بتغير في اسلوب حياه الشخص اللي تابعني. مش حاجه فيا انا، لكن علشان فعليا بحاول ان احنا نحط كل الادوات اللي تخليك تبقى منتج بشكل قوي وتنزل السوق بشكل حقيقي. وده الحمد لله حصل على فترات طويله. فالناس بتطلع فعلا بتغير اسلوب حياتها. ليه؟ لان بيلاقي شغل في المجال، بيعرف يخش في تفاصيل اكتر، بيمد ايديه ويخش بقى بيتغير بقى، بتبقى حياته مبنيه على ان هو حوالين المجال ده. وده اكيد رغم ان انا مش بعمل كده معاكم دلوقتي وبجرب الكورسز اللي هي القصيره، او بشتغل على الكورسز القصيره بحيث او مجزاه، طبعا بسبب اسباب اونلاين، فالاونلاين بيبقى ممل شويه، الطول بتاعه بيفقد الناس الحماسه. فبحاول ان انا اجزاه بحيث الناس تبقى يبقى الناس حاسه ان هي بتنجز وبتادي و و و والى اخره. فاتمنى طبعا من ربنا ان شاء الله، يعني هو بعد يعني كذا مستوى معين، اول ما نطلع بالابلكيشنز الكامله، اتخيل ان كل واحد فيكم هيبقى ساعتها هيبدا يعرف ان هو اختلف وبقى عنده امكانيات وقادر على انتاج ايه. لكن قبل كده بتبقى العمليه صعبه شويه. ربنا يسعدك في الدنيا والاخره يا دكتور عادل. ربنا يبارك لكم. طيب انا احنا كنا اتكلمنا على الوراثه، بدانا موضوع جديد هو مستوى تاني من المستويات بتاعت مستوى تاني من مستويات الاوبجكت اورينتد. انا بعتبره المستوى التاني. المستوى الاول انك تبعت يعني كلاس، ويعني ايه اوبجكت، ويعني ايه بروبرتي، ويعني ايه فانكشن، ويعني جوه الكلاس، وتبقى عارف الحاجات دي بتسلم بعضها ازاي و و و. رغم ان انا يعني تذكرت ان كان في نقطه او نقطتين انا ما قلتهمش، فانا ان شاء الله هرجع اجيبهم لكم بعد ما اخلص الانهيرتنس عشان ما الناس. فدي موضوعات. بعد كده بنبدا في موضوعات ثانيه اللي هي الانهيرتنس، اللي هي مستويات اخرى من العمل. فاحنا كنا اخذنا اكزامبل المره اللي فاتت. الاكزامبل كان انا هرجع عليه لان المفهوم واحد. كل البنى اللي جاي على فكره الانهيرتنس، اغلب البنى على فكره الانهيرتنس، يعني هي البيز زي المره اللي فاتت لما كان اغلب البنى كله على الكلاس والاوبجكت. لاحظوا ان احنا ما عملناش اي حاجه جديده، ما فيش اي سنتكس جديد، ما فيش اي حاجه جديده خالص. هي بس اسلوب كتابه، اكتب هنا كده تبقى الدنيا اختلفت. فعملنا ساعتها كلاس عادي جدا اسمه البيرسون. عملنا له الكونستراكتور بتاعه، حطينا فيه اف نيم وال نيم، وبنطبع بس ايه طباعه.
وكان ده بالنسبه لنا الكونستراكتور. وعملنا فانكشن خاصه بالكلاس اسمها جيت فول نيم عشان نجرب بس الاتريبيوتس ونجرب الفانكشن. هو بتريترن الاسم كامل على بعضه بس يعني ده كان بيرسون يعني جواه واحده فانكشن وجواه واحده ايه وجواه اثنين اتريبيوتس. وجينا عملنا ان التيتشر واحنا بنعمل التيتشر بس فتحنا قوس وحددنا فيه من البيرسون. كنا في الطبيعي لما نيجي بنعرف كلاس زي ما كنا بنعرف فوق كده كلاس واسمه وخلصنا. ما كناش بن ايه بنخش فيه تفاصيل اكتر من كده. المره دي لا بقينا بنحط ما بين قوسين اسم اللي هو هيعرف منه. في بعض اللغات بنكتب كلمه اكستند خلاص يعني ده امتداد لده، وبعض اللغات الثانيه بنحط كولون، وبعض اللغات بنحط زي ما احنا شايفين هنا كده ايه قوسين مدورين برانسيزز وعلى حسب يعني. بس من الاخر السنتكس واحده. المهم الفكره المهم ايه الفكره. فكل اللي عملته في الكلاس ده انا ضفت فانكشن جديده عشان اوضح لك حاجه معلومه مهمه جدا في الانهيرتنس، ان الكلاس اللي بيورث بيبقى جواه كل اللي موجود في اللي ورث منه، كل اللي موجود في البيس كلاس اللي ورث منه بلس اي شيء اخر يضيفه. هو ده المفهوم بتاع الانهيرتنس ببساطه، ان انا ككلاس سب كلاس او دريفت كلاس او تشايلد كلاس او وارث يعني باخد كل الفانكشناليتيز كل الادوات كل المكونات الخاصه بالبيز خلاص بلس اللي انا بضيفه لنفسي لغايه هنا كده تبروز الجمله تبقى هو ده مفهوم الايه الانهيرتنس تحديدا. ولذلك جينا عند التيتشر زودنا فانكشن عشان نقول ادينا قدرنا نزود. جينا عند الستودنت برضه ورث من البيرسون وبالتالي برضه زود خاصيه خاصه بيه. ولما جينا نجرب لقينا ان التيتشر لما جينا نجرب يعني اقصد الكلاينت كود لما جينا نجرب الشغل بتاعنا لقينا ان لما اجي بشتغل بالبيرسون ما بقدرش اشوف غير الاف نيم والال نيم والجيت فول نيم. لما اجي بشتغل بالتيتشر لا بقيت بقدر اشوف الاف نيم والال نيم واقدر اشوف الفول نيم الجيت فول نيم بلس ان انا بقدر اشتغل على مين؟ على الكوليدج ديجري. طب لما جيت اشتغل على الستودنت لقيت نفسي ان انا بقدر اشوف الاف نيم والال نيم والجيت فول نيم بلس ان انا بقدر اشوف اللي ايه؟ الاستادي. وبعد كده اتنقلنا لمعلومه ثانيه. المعلومه دي واضحه؟ واضحه ان شاء الله. المعلومه اللي بعد كده اللي اتنقلنا لها اللي هي الكونستراكتور. وقلنا ان البيز ليه كونستراكتور والدريفيد ليه كونستراكتور بتاعه. فقلنا ان الكونستراكتور اللي هنا لما خليناه يطبع برنت بيرسون انيشلايز لما كنا بنعرف اوبجكت بالبيرسون كان بيطبع طبعا ده الكونستراكتور بتاعه. ما كنا بنعرف من التيتشر كان بيطبع ان ده الكونستراكتور بقى بتاعه. ان اول ما بينادى على بيرسون هو بيرنه. وكذلك لما بيرن الكونستراكتور بتاعه. وكذلك لما تيجي نعرف البيرسون برضه بايه؟ الستودنت كان بيرن الايه؟ الكونستراكتور بتاع البيرسون. ولما جينا عملنا اعاده تعريف يعني بقى التيتشر بقى عنده كونستراكتور. وكذلك بمرحله ثالثه يعني احنا المفروض كنا عملناه في اكثر من اكزامبل عشان نركز بس ايه يعني هو في الاخر هيبقى ده المنظر بتاعنا يعني. هيبقى ده المنظر بتاعنا سواء كنا عملنا كده او لا. يعني عملناهم على تجزئه واحده ولا عملناهم كلهم على بعض هي نفس النتيجه بالاخر. بعد كده طلعنا لمرحله ان احنا عملنا الكونستراكتور بتاع التيتشر ليه شكل متغير يعني كان بيطبع تيتشر انيشلايز بدل ما كان بيعمل بيرسون انيشلايز. سؤال يا دكتور بعد اذن حضرتك هو احنا ليه ما عملناش كونستراكتور للستودنت زي ما عملنا للتيتشر؟ ما انا ما حضرتش دي بس امبارح. لا عادي ممكن نعمل بس هي الفكره ان انا عايز اقول ان الدريفت كلاس لما يتحط له كونستراكتور والبيز فيه طب ما هو نفس المفهوم بقى لاي تشايلد بقى او اي دريفت كلاس ثاني يعني هو نفس الفكره هتحصل مع الستودنت نفس الفكره هتحصل لو في حد بارس نفس الفكره لو هيحصل لو 20 او 20 يعني ممكن ما احطوش اصلا يعني كمان في التيتشر. هو ايه؟ الكونستراكتور. ايوه ممكن بس ما انا حاطه بيرسون يبقى هو ده مثلا زي كلمه السر اللي هتجيب كل الاتريبيوت اللي تحتيه. ايوه بس انا حبيت هو احنا قلنا الكونستراكتور اهميته ايه؟ الكونستراكتور ممكن يكون بيجهز لي حاجات يعني مثلا سي
تعالى ناخد نفس الفكره دي، انا لو حبيت اعملها كده مثلا يعني هوضح لك حاجه في كلامك، لان الكلام ده مهم. اللي بيدور في مخكم ده ساعات انا بالنسبه لي بعتقد ان انتم هو ده انتوا فاهمينه يعني. بس معلش انا عايز اعرف اساسيات الكود بس، يعني مفيش حاجه تعدي بس سطر يعدي كده. هرد على سؤالك الاول اتفضل، وبعد كده ابدا اكمل لك الاسئله الثانيه. احنا الغرض من الكونستراكتور كان، الغرض من الكونستراكتور بحط هو اتريبيوتس خاصه بالكلاس، بعمل ممكن اجهز او اعمل يعني اجهز قيم معينه طبقا للتيتشر قبل ما ابدا اي فانكشن، حاجات معينه لازم احددها. وفي نفس الوقت هو اول حاجه بترن، فانا ممكن اعمل منه مثلا حاجه استفيد بفكره انه اول حاجه ترن، اول حاجه ترن. فانا مثلا لو واحد بيعمل كذا اوبجكت فانا ابقى عايز اعرف هو عمل كام اوبجكت، ممكن اقدر جوه الكونستراكتور ان انا اعد، لان ده اول مره، اول ما يعمل اوبجكت ابقى عدت وعمل اوبجكت، عمل اوبجكت ثاني، عمل اوبجكت ثالث، فاقدر اعد واعرف الاخر. فالمهم في استفاده معينه، يعني مثلا لو انا التيتشر ده تمام حبيت اضيف له حاجه مش موجوده في الفيرجن وقال لي الا وهي السالري مثلا، يعني جيت لهم قلت له انا عايز اعمل حاجه اسمها سيلف دوت سالري، وقلت انيشلايزيشن مثلا احط الوقت زيرو مثلا. هنا انا محتاج كونستراكتور ولا فيها ما فيهاش خلاف؟ ليه بقى؟ لان انا هنا محتاج حاجه مش موجوده اصلا في البيرسون، يعني مش موجوده في الاصل في الايه البيرسون، وبالتالي انا محتاج ان انا اضيف. كذلك انا ممكن ابقى مضطر لنفس الفكره في مين؟ في الستودنت، مضطر لنفس الفكره في الستودنت. ممكن اقول مثلا والله جوه الستودنت انا محتاج احدد السنه الدراسيه لكل طالب، ومبدئيا احطه في سنه اولى لو مش مذكور مثلا. ممكن كمان اقول انا عايز كمان الايدج، لان العمر بالنسبه للطالب مهم، فانا او عايز مش عارف ايه. هنا بقى اللي انا عايز اقوله ايه؟ اللي انا عايز اقوله انا اضطريت هنا لايه؟ للكونستراكتور. فاحنا بنحكي بنقول لو انت اضطريت للكونستراكتور ده وحبيت تحط فيه قيم، ايه اللي المفروض يحصل؟ ايه اللي المفروض يحصل؟ تمام؟ وهيبقى التعامل ازاي؟ ففكره مش ما انا ممكن ما احطش الكونستراكتور. ايوه انا عارف، انا مش يعني بنتكلم، بنقول لك لما تحط الكونستراكتور اعرف ايه اللي هيحصل، اعرف ايه اللي هيحصل. فلو جربنا كده اللي عندي عشان بس الدف اللي جوه دي تخلف فوق شويه. تمام. قال لي ايه؟ قال لي البيرسون انيشلايزد. طبعا البيرسون انيشلايز، وطبعا رامي ابراهيم على اساس ان هو بيرسون، على اساس ان هو متعرف جوه مين؟ جوه البيرسون. هو رامي ابراهيم جاب جيت فول نيم طبعا. اما عايزين عرفنا التيتشر، قال لي تيتشر انيشلايز. تيتشر ايه؟ انيشلايز. اما عمل تيتشر انيشلايز معناه ان هو شغل الكونستراكتور بتاع مين؟ بتاع التيتشر. سؤال، وده موضوع مهم في الاوبجكت اورينتد، يعني هو ليه ما طبعش بيرسون انيشلايزد وبعد كده تيتشر انيشلايزد؟ هو ده الطبيعي اللي بيحصل في لغات الاغلب لغات البرمجه. هو موجود جوه التيتشر اصلا. اغلب لغات البرمجه بيعمل ايه؟ بيطبع لك الاول بيرسون انيشلايزد وبعدين تيتشر انيشلايزد، لانه بيشغل الكونستراكتور بتاع الاصل فيرجع يشغل الكونستراكتور بتاع مين؟ بتاع الابن. لكن الظاهر ده ما حصلش. ليه؟ لو كان ده هيحصل كان المفروض طبع بيرسون انيشلايز مع بيرسون. لا ده ما حصلش. اللي حصل كان عمل كده. وهتقول لي بس واحده واحده. ما هو الموضوع ده برضه ايه؟ في كام تركه كده انت واخد بالك منهم قوي، ايه اللي حصل؟ لو جيت بصيت هتقول لي بس واحده واحده، انت ازاي بتقول كده؟ وانت لما جيت قلت برنت الكولج ديجري ما فيش فيها مشكله، على سنه الكولج ديجري حاجه خاصه بالتيتشر. لكن انت بعد كده استخدمت الاف نيم والال نيم. والاف نيم والال نيم دول معرفين في الاصل. فين؟ في البيرسون. متعرفين في البيرسون بس، معناها ان هو كده ومتعرفين بيتعرفوا جوه البيرسون جوه الكونستراكتور. وبالتالي لازم يكون الكونستراكتور بتاع البيرسون ايه؟ ام. تمام. مفهوم ولا لا؟ ايوه يا دكتور مفهوم. بس ده مش صح. ده مش صح ليه؟ هقول لك ليه. لان انا لو جيت ودي يعني حاجات مش منتشره قوي في لغات البرمجه، بس شغاله في السكريبتنج لانجوجز منتشره، يعني في فرق ما بين السكريبتنج لانجوج والبروجرامنج لانجوجز العاديه،
هو ماشي شويه تبع السكريبتنج لانجوج على ان هو شغال انتربريتر يعني. يعني ايه؟ انا هوريكم يعني. يعني لو جيت قلت تيتشر دوت احط له حاجه اسمها مثلا عندنا السالري صح؟ عندنا السالري اللي انا حطيناه جديد جوه الكونستراكتور بتاع التيتشر صح؟ انا هعمل ايه؟ لو جاي حاطط له مثلا عاوز يشتري مثلا انا عايز احط له اي حاجه تكون خاصه مثلا الجندر مثلا. قلت ان ده راجل كريم ده ميل. الجندر ده موجود؟ لا صح صح معايا. يعني اصلا ما فيش كود جديد، في تفكير جديد، في تشغيل مخ، في علاقات هتحصل طبقا لشويه حاجات بس ما فيش كود. في تشغيل مخ بس وفي تركيز. عشان كده عايز الناس تبقى متابعه معايا. طب انا دلوقتي عرفت الجندر، ولا البيرسون فيه جندر؟ ولا التيتشر فيه جندر؟ ولا حتى الاستودنت ملوش علاقه بالموضوع فيه جندر؟ وبالتالي المفترض ان ده يحصل فيه ايه؟ المفترض ده يطلع ايرور صح؟ كود. ولو جيت قلت له كمان عشان بس اوريكم حاجه، لو جيت قلت له برنت التي دوت جندر هيقول لي ايه؟ يقول لي انت اصلا الجندر اصلا المفروض يطلع ايرور صح ولا ايه؟ تيجي تتبعه كمان. قلت له واحده واحده لو جينا جربنا هلاقي ان ايه اللي حصل؟ طبعا الام خدها واشتغل عليها عادي. يبقى معنى كده اللي حصل ان هو عمل زي اضافه او تعريف جديد. تعريف جديد يبقى الاتريبيوتس ممكن تضاف على الطاير اون ذا فلاي كده. بنسميها احنا في بعض لغات البرمجه بروتوتايب. بنسميها بعض لغات البرمجه ايه؟ بروتوتايب. يعني ايه بروتوتايب؟ يعني بشكل مبدئي انت حبيت تحتاج دلوقتي تشتغل على حاجه زي كده بتشتغل عليها على طول. يعني انا احتجت ان انا ازود جندر قمت مزوده على طول على الطاير جوه الاوبجكت، ودي حاجه غير معتاده في لغات البرمجه الاخرى. خلاص؟ مش يعني ممكن تكون موجوده مثلا عندنا في الجافا سكريبت والحاجات دي، لكن مش متواجده في لغات البرمجه اللي هي الاساسيه زي السي والجافا والسي شارب والحاجات المنتشره قوي دي. مش موجود الكلام ده. تمام؟ تبقى انت عرفها فوق والا هيقول لك مين هو الـ مين هو الجندر. واخد بالكم؟ بس انا حبيت اكد ايه؟ ان معنى كده ان التيتشر ما شافش الكونستراكتور بتاع مين؟ بيرسون. بتاع مين؟ بتاع بيرسون. وبالتالي البيرسون وبالتالي صح الاف نيم والال نيم تعرفوا بشكل اربيتاري يعني بشكل ما حطيته واشتغل يعني بشكل اعتباطي كده. وكذلك الجندر. وده دليل. لو واحد يقول لي لا مش دليل اقول له طيب تعالوا نقول مش دليل. خد بالكم ليه انا بقول دليل وليه باكد الكلام؟ ليه؟ اصل لو انت ما فهمتش هو شغال ازاي اقول هتعمل هتستخدمه ازاي؟ طب انت مش فاهم. لو حصل معاك مشكله مش هتبقى عارف هو عمل كده ازاي. هتلاقي نفسك بتقول ازاي حصل وانت مش قادر تستوعب هو ليه يشتغل بالاسلوب ده. فاهمني؟ زي بالظبط ما يكون انت بتتعلم لغه عادي في الحياه. يجي يستخدم جمله انت اول مره او انت متخيل انك تستخدم في بشكل اخر في جو اخر يعني. مش مفترض تستخدم في الموضع ده. فممكن تعترض عليه ممكن تعمل له مشكله على اساس ان هو اتكلم كلمه انت شايف ان هي ما تنفعش. فانت تخيلت كده بس هو لانك انت مش فاهم اللغه كويس. مش 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 عارفها كويس، فبالتالي ولا عارف تستوعب كويس، ممكن يحصل لك مشاكل، ممكن ما تقدر تتكلم مش كويس. ولذلك تقدر توصل كل اللي جواك. نفس الكلام في لغات البرمجه. لو انت مش فاهم هو بيعمل ايه بالظبط، مش هتعرف تحول اي فكره انت عايز تعملها الى كود او العكس. او تفهم كود. فانت لازم الاول تعرف كل فكره هو بيشتغل ازاي. طيب، ايه الدليل الثاني طيب؟ الستودنت لما جينا الستودنت اصلا منهرت من البيرسون صح؟ طيب ايوه دكتور صح. وليه كونستراكتور احنا زودنا له كونستراكتور زودنا فيه حاجه اسمها نير صح؟ عجبتها صح؟ ايوه تمام يا دكتور. لذلك ما زودناش فيه غير نير. طيب لما زودنا بس نير ايه اللي حصل؟ كان المفترض ان احنا ما عملناش برنت هنا في الكونستراكتور بتاع البيرسون. يعني المفروض الكونستراكتور بتاع اللي فوق ده بتاع البيرسون يرن ويطلع بيرسون انشلايزد
ويجي عند الستودنت يعرف بس ليه وخلاص. ده ما بيحصلش. ايه الدليل؟ ان لما جينا حطينا محمد شعراوي جوه الستودنت، اولا طبعا الاستاد دي جابت 4، لكن بعد كده طبعا اسمه جابت الاسم بالكامل. ولما جينا عرفنا الستودنت كان بيقول، تلاحظ ان مفيش اصلا في الحتتين دول اي طباع لكلمه ولا ستودنت انيشلايز ولا بيرسون انيشلايز ولا اي حاجه خالص. اكيد يكون السلكتور بتاعه ما ماشي صح. طب هقول لك على حاجه ثانيه، حركه برضه نثبت بيها الفكره دي بشكل قوي. كويس، لو جيت عملت كده للتخفيف بس هشيل السيرت كده عشان ما لخبطناش، انا مش عايز كل اللخبطه دي، كفايه بس اثنين كلاسز كده نفهم منهم الفكره، لان هي الفكره بقى خلاص الوارث ان شاء الله يكون 20 صح؟ شوف كل الكلام. خلينا كده. التيتشر الكونستراكتور بتاع الايه؟ البيرسون هو اللي معرف الاف مين؟ انون. هو اللي معرف ال مين؟ انون صح؟ مظبوط. وبيجي التليفون نيم والدنيا كويسه. ماشي. طيب لو انا جيت وما استخدمتش ولا الاف نيم ولا الفول نيم ولا الاف نيم ولا ال نيم جوه التيتشر، معناها انا ما غيرتش القيمه، يعني معنى كده المفترض ان تستل الاف نيم بانون وتستل ال نيم بايه؟ بانون. ده الكلام دوت لو الكونستراكتور بتاع البيرسون رن. لو الكونستراكتور بتاع الايه؟ البيرسون رن. خدوا بالكم من اللقطه دي لان دي حساسه شويه، هي ما فيش كود جديد. بس خد بالك الدنيا ماشيه ازاي. يعني لو بالمبدا اللي هو الكونستراكتور الاولاني رن وبعدين الكونستراكتور الثاني رن، المفترض لما نادي على جيت فول نيم هيطبع لي انون انون، لان معناه انه قرا من الكونستراكتور بتاع البيرسون الاف نيم وقرا ال نيم، وبالتالي هيطبع انون انون. وده لو جيت جربته هتلاقيه حصل كده. طبعا هتعمل لك كونفيوز، يعني هتبقى كونفيوز انت قوي. ليه؟ اعمل رن. قال لك بص كويس ان هو عمل كده. بص قال لي ايه؟ قال لي وانا بعمل ريتيرن السيلف اف نيم والسيلف ال نيم ما لقيتش ان ليه اف نيم وال نيم. كويس جدا، ايه هو ده اللي عايزه؟ ده اثبات فعلي ان الكونستراكتور بتاع البيز ما رنش. صح ولا ايه؟ لان الكونستراكتور بتاع البيز لو رن الكونستراكتور هو موجود، بس هو بتاع الابن ما رنش، ما فيش، هو موجود بتاع الابن رن. دي باتفاق بتاع الابن رن. ليه؟ لان اول ما عملت تيتشر حطي يساوي تيتشر اصلا طبع كلمه تيتشر انيشاليزد، يعني معناها ان هو سيادته مشي وعرف السالري وطبع كلمه تيتشر انيشاليزد والدنيا 100 فل و18. ده دليل واضح مش نقاش صح. لكن بعد كده المفترض ما بقول له اطبع الفول نيم، هو راح الفول نيم دي وارثها من مين؟ وارثها من البيز. ايوه واخدها من البيز. فالبيز قال لك سيلف دوت اف نيم وسيلف دوت ال نيم ضرب. ليه يا عم؟ ما انت عندك الاف نيم والال نيم. قال لك انا اصلا ما شفتش الاف نيم والال نيم، انا اصلا الكونستراكتور بتاعي ما رنش. انا اصلا الكونستراكتور بتاعي ما ايه؟ ما رنش. ولذلك دي عمليه اسمها الاوفر ريدن غير الاوفر لودنج. في اوفر ريدنج يعني اخفاء او ديتا هايدنج، اللي هو تغيير صياغه الكود يعني، لان هو فعليا بس نفس الكلاس. حلو قوي تغيير الصياغه. تمام. اوفر رايد يعني تغيير صياغه او تعواعد الكتاب بنفس الكلاس. صح حضرتك؟ مظبوط ولا نفس الكلاس؟ هو ما ينفعش يكون نفس الكلاس. بنتكلم في المبدا بتاع نفس الكلاس ده العادي. انا بتكلم كلاس كلاس بتاع تيتشر عمل اوفر رايد خلاص لمين؟ للكونستراكتور بتاع البيرسون. الكونستراكتور بتاع تيتشر عمل اوفر رايد للكونستراكتور بتاع البيرسون، بقى هو الكونستراكتور الوحيد. والتاني خلاص بقى في الماضي، خلاص انتهى. بقى ده الجديد.
بدل ايه؟ وبالتالي هو ده الكونستراكتور. وبالتالي الكونستراكتور بتاع الجسم نوت اكزيست. لما جيت اشتغلت على يمين على التيتشر، لما بشتغل على بيرسون مين اللي بيرسون خلاص ما عنديش مشكله. عشان مين اللي بيرسون ما فيش ايه؟ ما فيش مشكله. واضح الفكره؟ تمام؟ دي حته مهمه جدا، عشان تبقى فاهم اللقطه ما بين الايه؟ الاوفر رايدنج يعني ايه؟ وتبقى فاهم يعني ايه الكونستراكتور. مش معناه ان هو اتشاف خالص ولا اي حاجه. لكن طبعا لو انت جيت في التيتشر خدوا بالكم من دي. وعملت زي تي دوت جندر وتقال تي دوت اف نيم بتساوي كذا وتي دوت ال نيم بتساوي كذا وجيت لقيت على الفول نيم هتشتغل. صح؟ انت عرفتهم على الطاير اون ذا فلاي، عرفتهم على الطاير واستخدمتهم فجيت لقيت على الفول نيم. فطبعا كلمه سيلف هتبقى تي اللي هو الاوبجكت اللي اسمه تي، وبالتالي لما يجي هنا انت بتقول له جيت فول نيم هيلاقي سيلف دوت اف نيم هيعرف يجيبها، وسيلف دوت ال نيم هيعرف ايه؟ هيعرف يجيبها. صح ولا ايه؟ لفت؟ حد بيرد عليا؟ شوية يا دكتور، هي لفت شوية. يعني لو انا جيت جوه التيتشر انا بس مش عايز اكتبها، لان لو كتبتها هتغير في الفكرة بتاعت البرنامج ده. بتاعت البرنامج دلوقتي كنت عايز اوضح الايرور ده بوضوح ان هو مش موجود. لكن انا لو جيت عملت كده مش هنخسر حاجه لما نعمل كمان مثال. لو جيت كده قمت جاي هنا زي ما زودت الجندر هنا مزود ادي الاف نيم وادي ال نيم. ماشي كده اصبح التيتشر في عنده اف نيم وال ايه؟ وال نيم. التيتشر ولا التي؟ التي اوبجكت، التيتشر كلاس. فسؤالي التيتشر ولا التي؟ الكلاس ولا الاوبجكت هو اللي بقى فيه الاف نيم وال نيم؟ الاوبجكت. الاوبجكت. يعني احنا لو عملنا تي 2 دلوقتي من تيتشر مش هيشوف الاف نيم ولا ال نيم. لانهم مختصين بالتي ده بس. فهو مش على مستوى كلاس واعاده استخدام، مفيش المستوى ده. لكن دي لقطه هاكد لكم عليها كمان شويه. لكن اللقطه المهمه دلوقتي ان الاف نيم والال نيم بقى مش بيجوا التي. طب والتي ده ايه؟ قلنا اوبجكت. طب والسيلف فوق لما تكون متعرفه جوه كلاس، احنا قلنا كلمه سيلف لما تكون متعرفه جوه كلاس بتشير الى الايه؟ للكلاس؟ لا بتشير للاوبجكت. ما هي بتربطهم ببعض يعني يا دكتور، بتربط الاوبجكت بالكلاس. لان قلنا هي دي معرف الاساسي لكل اوبجكت جوه مين؟ جوه الكلاس. وبالتالي لما اجي انا واقف انادي على جيت فور نيم المره دي اللي كانت بتطلع ايرور المره اللي فاتت بس بعد ما زودت الاف نيم والال نيم، المفترض ان السيلف هتشوف مين؟ التي. وبالتالي هتلاقي جواها مين؟ هتلاقي جوه الاف نيم والال نيم، وبالتالي المفروض ما تطلعش ايرور. يعني لو جينا عملنا اف 5 اشتغل. وطبعا احمد مهيمن عادي جدا. ليه؟ لان السيلف بقى فيها اف نيم وبقى فيها ال نيم. لان السيلف هي عباره عن اوبجكت بس، يعني لو احنا جينا عملنا كده وعملنا تي 2 واحد جديد التيتشر، وتعالى ناخد كل اللي هنا بس طبعا مش هنعرف الاف نيم والال نيم تاني. مش هعرف الاف نيم والال نيم تاني. خلاص عشان نقول ان ده على مستوى مش عايز ابوظ انا الكود ده. دي كده القصه دي فهمناها. بحاول اعمل كل قصه في اكزامبل منفصل عشان لما يكون عندك حاجه لفه تعرف ترجع لمشكلتك على طول. ده بقى ايه؟ في تي 2 اهو هيطبع كل جديد ما عندوش مشكله. الاف نيم والال نيم والجندر مش عايزهم دلوقتي. لما هيجي يطبع الفول نيم مش هيشوف ويطلع ايرور لان ما عندوش اف نيم وال نيم. هتقول لي ما انا عملتهم قبل كده، اقول لك انت عملتهم على مستوى الاوبجكت ده بس. وهي دي النقطه اللي عايز اكد عليها، ان الاف نيم والال نيم معمولين على مستوى الاوبجكت ده بس، مش متعاملين على مستوى الكلاس. وبالتالي لما جينا عملنا اوبجكت جديد وجينا نقول له بقى هات بقى الايه، هات لي الفول نيم،
صح، عملنا اوديو فيو لدرجه الفور نيم، ايه اللي هيحصل؟ جاب الفور نيم، ودي غريبه كانش المفروض يجيب الفول نيم تي 2. انا معلش بقى عايزين نطبع كده عشان ااكد عليكم ايه اللي حصل. ده اللي جه من تي 2 يا دكتور. هو التي دكتور عشان انت عامل تي دوت جيت. ايوه قلت لي انا قلت هو المفروض تي 2 تقريبا، قلت لي اللي حصل بجابها ازاي دي. الله ينور عليك، هو ده اللي الروح بتدور عليه. انا قلت ايه دي جابها ازاي دي تي 2؟ هو اصلا ما شافهاش، ده المفروض تبقى في الاوبجكت بس، ما جاتش على مستوى الكلاس. وبعدين جاب الاسم منين والقيمه منين؟ يعني حاجه اتلخبط يعني. تي 2 ضرب وده الصح. ده الصح ليه؟ لان التيتشر اوبجكت هنا ما فيش حاجه اسمها اف نيم ولا في حاجه اسمها ال نيم. ما شافش. اللي شاف جاست الايه الاوبجكت ده فقط لا غير. طيب دكتور عفوا يعني ماشي مستوعبه وهي البروتايب والامور هاي، بس في نقطه الان انت لما استدعيت تو جيت فول نيم اوكي والاوبجكت نعم والاوبجكت مش موجود تبع الفيرست نيم واللاست نيم لازم ياخذها من الكونستراكتور تبع البارنت نيم يعني البارنت كلاس هو البيرسونال مظبوط. انت قلت لنا انه بيعمل يعني بالغيب وقف بس انا اقدر افهمك انا عشان اعرف ارد عليك صح. اذا تقصد نعم. الجيت فول نيم جت من عند كلاس الاساسي الرئيسي؟ لا انت يعني القصد ان الجيت فول نيم انت الاصل يعني الاصل تستدعي لما حطيت الميثود الجيت فول نيم اوكي الاصل اذا ما لقى الكونستراكت ما لقى الاتريبيوتس موجوده في نفس الاوبجكت التيتشر انه ياخذ من يشغل الكونستراكتور الموجود في البيرسونال اوكي وياخذ الباراميتر مظبوط هيك الاصل. بس انت حكيت لنا انه بوقف كل الوقت تقصد ان انت قلته ده هو المفهوم الاساسي في كل وقت البرمجه؟ لا